بسم الله الرحمن الرحيم. معانا عربية اي كلاس W213 موديل 2017. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها لصاحبها ويبارك له فيها. العربية نازلة بالشاشة الصغيرة دي، والشاشة الصغيرة دي ما بيبقاش فيها ابل كار بلاي. احنا بفضل الله لأول مرة في مصر ركبنا لها جهاز الكار بلاي على الشاشة الاوريجينال زي ما حكوا شايفين. طبعا كان سيستم العربية موجود زي ما هو، وشغلنا الكار بلاي عليها بالوايرلس. الموبايل معايا هنا واصل وايرلس، ما فيش اي حاجة واصلة عليه. اهم حاجه فيه طبعا هي جوجل مابس، بقدر افتح جوجل مابس واحط لوكيشن من على الموبايل او من على العربيه واتحرك عليه عادي جدا. كمان المابس بتاع الايفون شغاله معايا، برضو اقدر احط لوكيشن عادي، كل برامج النافيجيشن شغاله معايا. الكاميرا الخلفيه في العربيه اوريجينال، مجرد ما بجيب الريفرس بتشتغل معايا على طول وتجيب لي صوره الكاميرا. نرجع تاني هتلاقيه رجع على الكار بلاي. برضو من ضمن مميزات الجهاز ان هو بيشغل فيديوهات من الفلاشه وبتشتغل معايا حتى والعربيه ماشيه. سكرين ميرورنج للايفون وايرلس، نقدر نعمل ميرور من الموبايل على شاشه العربيه، واللي بنشغله على الموبايل بيشتغل على شاشه العربيه، واللي بيلف معايا على الموبايل بيلف على شاشه العربيه. كمان من مميزات الجهاز ان انا بقدر، ده موبايل اندرويد، اقدر اشغل اندرويد اوتو وايرلس. الاندرويد اوتو شغال معايا بكل الفيتشرز بتاعته، اللي برضو اهمها جوجل مابس. الاندرويد اوتو دي المنيو الرئيسيه بتاعت الاندرويد اوتو. كمان بقدر اعمل سكرين ميرورنج للاندرويد، تليفون الاندرويد بقدر اعمل له سكرين ميرورنج، وبرده اللي بيلف على الموبايل بيلف على شاشه العربيه. نرجع تاني على الاندرويد اوتو. طبعا سيستم العربيه زي ما اتفقنا موجود زي ما هو، ملناش اي علاقه بيه نهائيا. بفضل الله احنا اول ناس في مصر نشغل الكار بلاي والاندرويد اوتو على الشاشه الصغيره دي بتاعت الاي كلاس. اشكركم.